السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي لكم، وأهلا وسهلا بكم. معكم زياد هادي، أستاذ آلة العود والنظريات والغناء من العراق. أشرف بكم أخواني، وأهلا وسهلا بكم، ودروس جديدة وبمناسبة العطلة الصيفية لكل أخواننا وأصدقائنا الغاليين في العراق وفي العالم العربي وفي العالم. أشرف بكم. واليوم إحنا قبل ما ندخل بالدروس اللي راح تجي بعد هذه أو بعد هذا الفيديو، حب أذكر بأنه الدورات الموسيقية 4 أو 8 محاضرات في الشهر، 8 محاضرات في الشهر بسعر بسيط إن شاء الله، وهي أونلاين يا أخوان، أونلاين. لأن كثير من الأخوان يقول لي شنو أونلاين؟ أونلاين يعني مباشرة أنا وياكم بالمقابيل وياكم. إخوان الأعزاء، لازم تعرف شيء، أنه هذا كلام موجه لكل الأخوان اللي يريدون يحبون يتعلمون آلة العود، أنه شنية أو ما هي الخطوات لتعلم العود، حتى أنت تعرف ما هي الخطوات اللي راح تبدي أول بداية تتعلم العود. طبعا يقسم الموضوع إلى أولا المبتدئ، هذا المبتدئ بالعود، المبتدئ بالعود راح ياخذ تمارين معرفة أوتار والأصالة. أول ما تبدي تعرف الأسماء الأوتار ومن ثم الأصابع، هاي دوراتنا حتى تكونون ذو معرفة بهذا الموضوع. هذا اللي مبتدئ، أوكي؟ اثنين، هذا بالنسبة للمبتدئ. الدخول إلى المقامات ومعرفة السلالم، لازم تعرف أو تدخل المقامات بعد ما عرفت التمارين. طبعا التمارين لمعرفة الأوتار والأصابع مع أو إحنا دخول إلى المقامات ومعرفة السلالم، هو هذا يعتبر تمريننا. إذن أول خطوة هي معرفة الأوتار والأصابع، ومن ثم الدخول إلى المقامات ومعرفة السلالم. ثلاثة، والمهم هو هل أنت ترغب معرفة النوطة الموسيقية أو فقط حرفيا؟ يعني أنت تحب أنه تعرف النوطة الموسيقية وتحب تتعلم عليها حتى تفيدك، لو مباشرة أنت تذهب وين تروح؟ نوتات حرفية. يعني شو نوتات حرفية؟ صول لا سي دو، أوكي؟ 4 راح يصير عندنا الموضوعات، طبعا هذا كله المبتدئ. 4 راح يصير عندنا كيف تعزف الأغنية. لازم يوصلك المدرس إلى مرحلة أنه كيف تعرف معرفة كيف تغني الأغنية، يعني مثل ما نقول إحنا copy paste للأغنية، مثل حاسوب من تعطيه أمر يجاوبك رأسا مباشرة، توصل هاي المرحلة من خلال التمرين. طبعا هذا كله إلها منهاج، هذا كل إلا منهاجة ثابت بالدورة الموسيقية. هذا بالنسبة للمبتدئ. بالنسبة إلى الذي يعزف العود متوسط، أكو في ناس تقول لك أنا إجيتك أعزف عود قليل متوسط، لكن ما أعرف المقامات، ما أعرف الوزن. أول شيء نبدأ بالالتزام
بالوزن الموسيقي، يعني معرفة الإيقاع والوزن وتمشي وياه. أكو فد خطة معينة تعلمك بأنه ما تطلع أوت عن الوزن والإيقاع، وهذا جدا مهم للعازفين المتوسط وأيضا المبتدئين. اثنين، معرفة المقامات وكيف يتم معرفة الأغنية من أي مقام. يعني أنت لازم تعرف المقامات وتدخل لها، وأيضا تأخذ تمرين للمقام المعين وأغنية، وكيف أنت تبدي التقسيم مالتك، هل تعرف تقسم وهل تعلمت من كل مقام بحيث أنت تعرف الأغنية مباشرة حتى تقدر تعزف على العود من أي مقام. ثلاثة، التقاسيم، وهذا ضرورية جدا تدرس قضية التقاسيم اللي هي الارتجالات واللي هي استطراد. الارتجال هو مجموعة، انت سامع كثير من التقاسيم وتولد عندك تقسيم واحد مجمع. الاستطراد لا، هو عملية ابتكار من عندك. فإحنا نعمل على عملية الارتجال بحيث أعطيك أجزاء مثلا من فريد الأطرش، من رياض الصباط، من فلان من الناس، من فلان من نصير شمة، من يعني إلى أن توصل إلى زياد هادي آني. هذه مجموعة من التقاسيم، وإنت يصير عندك خريطة علمك كيف تأخذ كل جزء جزء. أربعة، الانتقال بين المقامات، يعني تعزف تقاسيم لنفرض مثلا حجاز، وتنتقل بيات ثم كرد ثم ترجع الى الحجاز. هاي عملية مو هينة، تاجك شوية فكر وادراك لهذه القضية، فراح تفيدك في عملية التقسيم بصورة عامة، وهذه مو بيوم وليلة. هذا بالنسبة للمبتدئ، وأيضا هناك عدد من الدروس. النوع الثالث وهو قضية المحترف. محترف، نصحح المحترف. أول قضية هي قضية معرفة أسلوب المدارس، لازم يعرف أسلوب كل المدارس ويعزف لكل المدارس. اثنين، قراءة النوطة بسرعة، لأن هو ما واصل لدرجة احتراف راح يجيني. ثلاثة، عزف السماعيات وبصورة صحيحة، عزف السماعيات بصورة صحيحة. وخمسة هي عملية الابتكار. عملية الابتكار اللي هي يبدي بتأليف النوتات الموسيقية. كل هذا الموضوع هو موجود بثلاث مراحل حسب الشخص. يعني هو شخص أما يكون مبتدئ يجيني بالدورة حتى علمه إلى منهجيته، أو متوسط يجيني يعني اللي حتى علمه، والثالثة اللي هي محترفة يجيني محترف وعلمه عن أسرار. كل هذه الأمور اللي ذكرتها، النوع الأول والثاني والثالث، أول شيء عملية لازم يعرفون إذا كان مبتدئ أو كان متوسط بالعزف أو كان محترف أنواع الريشة، لازم يعرفها ويتعلمها. هناك العراقية، هناك المصرية، هناك الخليجية، وهناك التركية. هاي أربع أنواع، وكل أنواع إلى نوع. هاي واحدة، يجب أن يعرف الأوزان
الموسيقية، يعني مثلا المقسوم، الجورجينة، العراقي اللي ما يعزفوا في الوطن العربي فقط العراق، مثلا البلد المصري، مثلا العدني، الخباتي، كثير من الإيقاعات لازم يبدي يعرفها حتى بالتدرج هذا كله. وهذا شيء مختصر أخواني الأعزاء، وأتمنى أنه فدتكم في هذا الشيء، وكان شرف إلي الكبير بالبقاء وياكم. لا تنسون اللايك والاشتراك، وأهلا وسهلا بكم، وانتظركم بالدورات الموسيقية. مع السلامة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.